في الجلسة الماضية بعد أن ودعنا الشهيد الأخ زياد أبو عين قررنا أن تبقى جلسات مفتوحة لنناقش ما وضعناه على جدول أعمال هذه القيادة. وكما تعلمون على جدول الأعمال القضايا التالية: مجلس الأمن، ثم هناك اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في جنيف، ثم طلب إلى الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين، ثم طلب من الأمين السكرتير العام لتحقيق تشكيل لجنة، وهذا شيء جديد، للتحقيق في اغتيال الأخ زياد أبو عين، ثم موضوع المصالحة وإعادة الإعمار، ثم المقاومة الشعبية السلمية المزدهرة، ثم الانضمام إلى المؤسسات والمواثيق، ثم تحديد العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية بما يشمل دعوة سلطة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها، ثم كذلك وقف التنسيق الأمني. هذه هي القضايا التي سنناقشها اليوم، وربما في جلسة أخرى أو جلسات أخرى حسب الظروف، ولكن هذه هي القضايا المطروحة على جدول الأعمال. وأحب أن أعلق على قضية واحدة، وهي قضية إعادة الإعمار. هناك حركة حماس ومعها بعض الناس يحاولون أن يحملوا المسؤولية لعدم وجود إعادة إعمار لدولة فلسطين، للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويعلنون هذا بصراحة، وكلهم ينسون أن هناك اتفاق، وهذا الاتفاق واضح وصريح معهم قبل أن يكون معنا، بأن نتواجد على المعابر التي ستستلم المواد، وبرعاية الأمم المتحدة نوصل هذه المواد لأصحابها المستحقين. ثم بعد يومين أو ثلاثة اعتبروا أن هذا الاتفاق مهينا للشعب الفلسطيني. الآن برضو يحملون هذه المسؤولية. كيف؟ طب أنا بفهم حماس، بس بفهمش إنه أيضا ناس معهم من عندنا بيعملون نفس الشيء أو يقولون نفس الكلام. نحن الهم الأكبر الذي لدينا هو إعادة إعمار غزة. وبالمناسبة هناك كشف موجود لدى حسين الشيخ حول المواد التي تمكننا من إيصالها إلى الآن، هذا لا يعني أن هذا بديل للمعابر لكي تستلم كل المواد والتبرعات التي ستأتي من العالم، والتي قدرت في مؤتمر إعادة الإعمار بحوالي 5 مليار دولار من أجل إعمار البلد. نحن جاهزون لهذا، نحن أقول والمصريون جاهزون فورا إذا التزمت حماس بهذا الاتفاق. لكن أتمنى أنه مش حماس، يعني تتركوا حماس لحالة تحكي، مش نحن أيضا ندعم هذا التوجه الخاطئ غير الصحيح، بيش أقول أكثر من هيك، اللي تتبنى حماس. فنحن هلا جاهزين، بكره جاهزين، امبارح جاهزين. وكان هناك قرار بان الحكومه تذهب الى هناك، صحيح تذهب، انا اعرف انه لا فائده من الذهاب، لكن ايضا تذهب، انما بعد الظروف التي حصلت بالتفجيرات اصبح من غير الممكن ان يذهب احد الى هناك ويحصل ما يحصل من قبل اناس لا يتقون الله ولا يراعون لا إلا ولا ذمه.
فهذا الموضوع أرجو أن يكون واضحا بحيث ليس كل مرة نكرر إعادة الإعمار. إحنا الإعمار إحنا مجرى إحنا حريصين عليه. نحن الذين دعونا للمؤتمر والذي كان مفترضا أن يكون في النرويج، أصرينا على أن يكون في القاهرة وكان عرسا فلسطينيا وانتهى. لكن لماذا لا الآن؟ لا، إما أن نأخذ، هم حماس تأخذ نسبة مئوية مما يصل، وإما أن لا تسمح وهي تفرض الضرائب على مئات المواد التي تصلها بما فيها التبرعات. طب كيف سنوصل هذا؟ أين الحرص على الشعب الذي يجلس في العراء إلى الآن؟ أين هو الحرص؟ فأنا لا ألوم بس حماس، ألوم من يجتمع معها ويلتقي معها ويجاريها في دعاء